بسم الله الرحمن الرحيم قدومي عدق مدى بعد وين اللي بانا دا يسراكي شكاله وزير كوحيغانك عافماتك قدومي ها قبل كي كوحيغان كيسا سراكي شعيدانك هل كان جوكتا وسلام يا سلام الله عليكم رونتي ما انت شرف انو هيد مدد تمن عشاء وحان كجرن ديغا مدان وحانا انمد كدي مركي كوحاها ارقاق حسادة يا الشباب خوارجته الديجان كان عليه سحوق نصوص صارين لوجر دقال هراء أي قصو قادين دقم ذا بعدوين والوجبية لبضبة نول كلا وبعدوين خاصته ودونا دقال لي كودين مال مهودن بي مركا عيدا كي حوق دلكا قيبتك ولا تنادي قلم ذو قصو كان عيدا ماذا أنا بسكدة يعيدا كي دراويش تا يدد كي ديغان كو اسكاشان ايا بعد وين يديغان مدى كلاو كو حيران رونتي هاد هيغان حوغان اي وجران ان عدوغاس طلقان لغا سفايو يديغان مدان قبل كمودوك سيقارة وحان رونتي او مهد علين انا وهم بلغين انا رير بعد وين او نقطي بعد وين قل عدي حلقان كا يجي سنمدا اي نفرنمدا بالكهرنا ماشان إلا لحدن كوحاها سار قحسادة كمي ذا ميت كودي وعررين ولنا ميت كودي قارنا ماشان لودو وقارنا دورارك إيالان رونتي سيقية سينمالي أي سيقة دفاعين ولنا ويقود تاقينيهين وحارمنا ديقا مدى كوحيران بعد وين إنا اللي مادان قية سينمالي بعد وين وكله خير بعد وين وكله إنا سيدا خير بعد وين سوو تشدين سيقة دفاعيان نأيسا نغبقين وليبا أجبنا يان مركزتا غوب كستو لسيقه ريمادو إن داتكو دم يسيدا سو ديردان وانا ديردين داتكي وحان كوحا هارقا قحسادا لين نهي ماشان جنة مطالو قلمودوك جنة مطالو بعدوين جنة مطالو حلاقينا يالا بقتينا يالا داوعيني دمشدينا تالا جنة إلهي بغول دريقة أوكلا أولغودون تاجرتا جنة بعد وين يقلمدوك لغا سهرادين ايو وحانو ملاينا يا اينا يتهي هلاقيني داتكن اينا اتكلا براتان ايا ديغا مدى ان شاء الله تعالى نوحان ربنا ان دمان ديغا مدى خوبيو داتك ديغان ايا داتك مدوك ديغان ايا داتك قلقدود ديغان ايه قلمدوك ودن مالك استعوليس بيكوها يان ان لو استاغو شعب كنا اي قيب كعياران ايضا كاينا قرب استاغان قرب كيسنا كدران هذا هو أن هالمر ليس كسفيو ديغا مدى اي هايستان كو حارق قحسدا اي قصب كو هايستان داتك كنول وحان لين نهي دقالكو إن شاء الله تعالى نمان كان ولا سو جبين اياه دابا قوست نواليقين كمجري كرتان قميسي كمجري كرتان نمان ديغا مكلا كيمي او اي ننقرنين او انين نحين قميسي قودة كمجري كرتان كدو البحا إزدياري ديار قروبة عيدا مدو قرب كيني تاغيهين نالسو حريرة ميلاد جوكتين با دادك ديگن عاد أغار كيدا دادك ديگن حرر ريري دادك ديگن مدان سوكودن ديگن كوة عيال بور جوغا كوة قل حرير جوغا عيال ليرة جوغا دمان تود وحان وباقينا إني هيرية دا قميسيغا الشبابي كوحار قحسا إني سكروغان وحا ميش جوغا قل مدوك مدام ما باقون مدام ما دادك ريه قل مدوغا يهستان نوا بغلالكن oo hoostooda ku noolay gumeystaan waxayna kaga filan wiilashiina dhalinyarada oo kaca dhammaan deegaamadana waa laga kacay insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa dhawaan in gumeysiga seeriyadiisa meeshan laga rugi doono halaagooda iyo dhimashadooduna meeshan taalo jabka halkaan uga dhacana Soomaaliya aan looga hari doonin meel ay joogan ba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ciidamada qalabka sidee ku sugan deegaamadan insha Allah ta'ala waan la joogeynaa barbarkiina ka dagaalamaynaa qawaarijta insha Allah dalkan waa laga xoreynaya waa niman islaamnimada ka dheer waa niman binaadnimada ka dheer waa niman Soomaalinimada ka dheer waa niman diintii ka qubaystay waa niman arxankii ka qubaystay nimankaasna waxa rajaynaynaa dadka reer Galmudug dhamaantood meel ay joogaan kuwa caasimadda jooga kuwa cadaado ku nool kuwa gurceel ku nool kuwa mataban ku nool kuwa ku nool cabuud waaq dhamaantood waxa laga looga baahanyay safafka hor yimaadaan dagaalka laysaga celinaya kooxaha argagixisada ayna joojiyaan dagaalada gudahooda ee argagixisadu ay ka dambeyso argagixisadu waxay mashquulinaysaa
markii loo jeestay dhankooda waxay soo diraysaa kooxo calooshood u shaqaysteyaala oo dhabarka dambe raba inay ka wareemaan ciidamada diyaar garoobayo loobana dulqaadan doono iskana celiya iyadoo shabaab loo diyaar garoobay qofkii dhabarka laga dareebo inuu waxyaalo kale dadka ku mashquulinayo nabadgelyo xumada keenaysa aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinayaa dadka deegaamadan degmadan hubyo ee hoos tagta jooga oo runtii muujiyey diyaar garow fiican sidii cadowga la isaga celin lahaa waana ku sugnaanaynaa halkan ilaa deegaamadan laga bixiyo argagixisan sidaad ogtahay wasiir meeshaani waa meeshii dhibaatada badan ee ka dhacday nimanka shabaab ahaa ay kala kulmeen dhibaatada aadka u faraha badan ayagoo la rabay ayagu inay dhibaato u geystaan dadka deegaanka ku sugan iyo waxa weeye shacabka deegaanka dhibaatadaas oo ka soo gaartay ayaga dadkii shacabka ahaa oo ku sugnaa degmada bacdweyne iyo nawaaxigeeda alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay wuxuu karsiiyey inay iska dhacshaan dadkaas bahallada oo dhiiggooda banaystay waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo haddana inaan ka horay doonno xamar wixii ka sokeeya insha allahu tacaala haddii ilaahay idmo waanad isugaynay kolley waxay la tahay dad shacabaho xoolahooda jirta oo naftooda iyo maalkooda difaacanaya aa iska difaacay mar haddii dadka shacabka ah iyo dowladdu isheesho waxaan u malaynaa inaysan waxba doonayn insha allah waxaan rajaynaynaa haddii alla yidhaahdo inay la kulmaan wixii ay sugayeen oo ah ummadda ilaahay dhibkooda inuu ka qaado ilaahay idankiisa waxa weeye nimankaasi niman ma ahan wax lagu tilmaami karo hadda kolley ma ogi aniga waxaa lagu tilmaami karaa dab unbaxaya oo geedku arka gooya wax kaloo haddaan ku tilmaamo ma xusuusan karo qof waayeela deyn maayaan qof sakiira deyn maayaan qof culumaa deyn maayaan cid ay u aaba yeelayaan iyo cidii deynayaan lama arko marka waxaan leenahay dadka kale oo na dhegaysanaya oo shacabka ah oo muslimiinta ah qof walba meesha ay joogto dadkaas munaafiqiinta oo dhiigga muslimka banaystaa iska dhacsheen ha u istaageen hal mar ay dhimanayaane inay dadkaas bahallada iska kor qaadaan saasaan leen madana wasiir sida guddoomiyuhu sheegay waxaan rabnaa gobolka midug qaybaha ay nimanka argagixisada ay al-shabaabka joogaan in adigoo wasiirka amniga nooa iyo madaxweynaha shacabkayaga aan diyaar u nahay inaanu ka xorayno in la xoreeyo gobolka midug inta ka dhiman markaa kabacdina loo gudbo soomaaliya waxaanu diyaar u nahay maamul iyo shacabba inaanu iska xorayno cadowgaas la dagaalanno gacanna aad naga siisid adigoo wasiirka amniga ah qaabkii dagaalka iyo wixii dhamma inaan kaaga dambayno diyaarna waxaan u nahay ka shacab ahaan gobolkayga meel kastoo ay joogaan midka budbud jooga iyo midka jooga bacdweyne wuxuu diyaar u yahay maantay inuu ka dulqaado cadowgaas al-shabaabka walaalaha ee ku nool degmada xaradheere iyo agaarkeeda inaan ku xorano insha allah waxaan u hambalyeynayaa dadka ku nool degmada bacadweyne oo u bawac dhigay khawaarijta dinlaawayaasha ah oo banaystay dadkan masaakiinta ah dhiiggooda iyo maalkoodaba inay ku takrifalaan siday uga hor istaageen ilaahayna waxaan ka baryayaa in kii dhintayna jannadii ilaahay ka waraabiyo ilaahay baana noo sheegay khawaarijtaas qofkii dilana inuu ehlu janno yahay qofkii dilana ehlu janno inuu yahay mar labaad waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa meel kastoo ay joogaan khawaarijtaas dinlaawayaasha ah oo aan meel shisho jirin oo ku nool gebigooduba koombo badar oo faraqa loogu soo shubay oo meel ay ula noqdaan aan garanayn inaan laga cararin loona baqan qof kastoo soomaaliya uu arkan waxbad ku birqiyo annaga ka ciidan ahaan dowladda galmudug waxay u diyaar garowday siday uga sifayn lahayd isirkooda iyo ilmahoodaba gobolkan mudug meel kasta ay kaga nool yihiin inay ka sifeeyaan dowladda federaalkana sida oo kale hiil iyo hooba iyaduna way la garab taagantahay ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan hadday naba sugid yihiin boliis milatari intuba waxay diyaar u yihiin inay khawaarijtaas dalkooda iyo dalkoodaba ka difaacaan waxaan u sheegaynaa kuwa xunxunka oo dhegaha wax ugu sheegeen habeenka taleefanada u soo diraanna inay ayaguna la mid yihiin oo ay raaci doonaan insha allaahu ilaahay idankiis ninkii aan ku maqalnana waxay la tahay sharciga islaamka iyo kabinaalaha wuxuu ka qabo wuu helayaa waxaan u nimidna waxa weeye sidii cadowga ummadda soomaaliyeed layskaga xorayn lahaa gaar ahaan galmudug nimankaas cadowga ah oo soo duulay oo iska soo bahaystay oo ajnebigu ku jiro oo fikirka yuhuudda ku shaqaynaya oo ah zuulinta diinta dadka iyo deegaankaba
نمان کاسیا هوش شد اون نمی‌دونم اشتن کسیو گرنی اینا نکلا قیب قاضر نه و حسمر کاره سیوای نگم هد علی نیاره بعد وینه و اسکح ره یاد وگاس اسکه قرشی کانتود ایله کوک جولی و حنا رچینه یا ره بعد وینه این نقطه میشه نصیب کوه هش قبل کم دوک این لقح حرایو الله قصاره یا نمانگل مدوک إن شاء الله تعالى إلى هدو يرهدو نف يمال با إن شاء الله تعالى واللقرب استاغي يا أنت دفاع كوشرتي دولو دي قلم دقنوا ديار داد كي ديغانا دا كلاو درس كالله أهرهب بعيد وينينا واديار إنه دقال كوحكا قلان وحان باق وشيدنا يا أمد أم بتلنو دمانتو إنه دقال كالقلان نفت بحيان مال كبحيان لديريران لمكا عدوغا وخوارجتا و دجال کود کفی عیه میت کجال دا، این لجاله دجال کاس. و مارک تای نفی مال بلوغو بحیو، ایام کو باقی نه. دیمان کاس دجال کود و وحین و آن لهرین لوهرین میت کجال دا. لکین ولیسوم منهم فی شی این وحی دین توجس سجنه هین لام عرقو. این نه لیکات. دقنو مسکن نه. فعلو مسکن نه. قولو مسکن نه. قال الله تعالى قال رسول الله بالله باسم الدين هاد مدين ويا ما قاعد ديمات يوكي دين تلو قدامينها وما ضيع وحاو باقينا نمان كاس هنا يقول الدران مال الله لا ما قالوا ينك كله وأي هايستان هنا يقول الدرر نك يا أركامير يدقن ينصار شيء كي دي اللي كراو ديلو نك أي ديلان يكيد ديلبا شنو ذا قال يا وما ضيع سيدنا سامو باقينا إن مانتي عدو كمان طب ما أنتي أنت بيله هوي حنقطع جنة هاي وأقول نبيد إن أنا من كان خواريج تا أنا لدق على إنه ونفتن يمال كان أوهرنا رجل مدوق أنا جو آه تري هرقول أنت لدق على إنك أرجع حسدا وحنلاقي هاي رجل مدوق هل ماله وسوي تشيستين هل ماله لو وسوي تشيستو فدق هلاقك عو نمان كان خواريج تا أسكيل إنه نف يمال وح ريبيان ماله أنا وانا وحنا وعدكم مرة إن ما أنت وحنا شوينا بعد وينه شن يتم بريكدب وحنا كسر هذا الدنيا إلهي إذن كيس ماش اللي حرره إن شاء الله إلهي إذن كيس وحنا كسر هذا الدنيا حرره وحنا هل مرة بعضو باقي يا رجل مدو مالك استوى أي شوكان إن يستعان أو أي كعان أو الجرب يستعان إذن كا أو أي رجع يضمركوا أي إسكسي ويستعان إذن كو واسع دا وانا صعد دنا ما أنت ماشى أن تجنو شيء تومبري كدب إلى إذن كسب حان قصوا هذا الدورنا حرارة سد أصعنا نروح أن تجد دورنا مقدشو عدو جنا وحلا أن هاي هاتشوا وأنا صعدنا إلى إذن